وراي؟ يمكن انتوا الاثنين لازم تبعدوا عن بعض شوي، وبعدين هي مو اول مره بتتزعلوا، عادي. لا يا لارا، نحن هي اول مره منفترق فيها، اول مره. كل ما بقول بدي ضل لحالي مشان اهدى، بشتاق له كثير وبس بدي اكون جنبه. وكل ما التقينا مع بعض منعلق ومنصير مثل النار والبارود. بعصب كثير من تصرفاته وبيعمل شغلات بخليني اندم اني انا عرفته. ورح تضلوا هيك بهالشكل اذا ما اخذتي القرار الصح فريحة. والله بعرف، بس انا بشتاق له كثير وبحبه، وهو كل حياتي. يعني كل تعصيبي هاد وكل شي بيروح بس اتذكر. انت عن جد حابه تنهي كل شي معه؟ ولا ما بدك؟ اكيد القصه مو سهله وما بتنتهي بهالبساطه. لفان بيك، نحن ما عم نقدر نقرب من بعض. برايي فينا نحكي. اصلا انا ما بدي انصحك او نظر عليكي، أنا بس عم حاول أفهم كيف عم تفكري إنك تحلي مشكلتك. وأنا كمان سألت حالي هذا السؤال لأني أنا حابة أفهم. لساتك لابسة محبس بأصبعتك؟ هذا معناه لحاله كتير كبير بالنسبة للشاب. ما بنسى اليوم اللي لبسني فيه المحبس أبداً، وما عم بقدر شيله من إصبعتي ابنه. مستحيل شيله. كل يوم عم بتبعد عني أكثر من اللي قبله بكثير. هاندا تركتني نهائيا. مرتي عايشة بالسكن الجامعي. لا، وعم تشتغل. بسبب تقلعت من شغلها. وعايشة حياتها من دوني. أصلا الحياة غريبة. عن جد غريبة. أحياناً بتتزوج وبتطلق، وناس بتدخل على حياتك وناس بتروح. بس إذا راحت هاندا حياتي بتنتهي. لو ما كنت أنا وفريحة بهالوضع هاد، كنت قلت لها خليها تروح وارتاحوا شوي، لأنكم تعبتوا بعض كتير يا كوراي. بس هلأ ما فيني أقول هيك شي، فما بالك إذا هي بعدت عنك وتركتك بسببك؟ وقتها بيكون الوجع أكبر بكتير. حتى لو كانت هي متعبتني، ما بدي هالتعب ينتهي أمير. ما بدي إياه يروح ولا بدي إياه يطلع من حياتي. لو أنت ما بدك تتركها، هي عندها أسبابها لتتركك. تأخر الوقت، خليك عندي اليوم. لا، لازم أرجع على البيت. مرتي عم تستناني. مرتي بتخاف علي. مرتي ناطرتني.
أهلا وسهلا. تعبان شي؟ مو شايفتيني تعبان كلثوم؟ أي مزبوط، بس ما بعرف، مع أني بعرف أنك ما رح تحكي لي، بس حبيت أطمن عليك. يعني أنت عن جد حبيت تسمعي مشاكلي كلثوم؟ عن جد عندك قدرة تصدقيني شو ما حكيت وتسمعيني للآخر؟ هاندا ما هيك؟ هاندا، دائما هاندا. من أول ما وعيت على الدنيا وسبب وهمي وتعاستي الوحيد هي هاندا. شفت؟ أنت قلت بعد مثل لسانك، همك وتعاستك. الإنسان ما بده هموم أبدا. لا بده. إذا ما كان في حل تاني غير الهم فالإنسان بيرضى فيه. العشق بطبيعته شي غامض كلثوم، غامض مثل مضمون الإنسان. ألمه كبير وتضحياته كبيرة، هدول مكونات العشق، مكونات هاندا. بصراحة معك حق، العشق عن جد غريب كتير، بيخلي الواحد يتصرف من دون وعي، وإذا شاف غيره تصرف نفس الشي بيعيب عليه وبيقول أنا مستحيل أعمل هالشغلات اللي ما بتنعمل. شغلات ما بتلبق له وما بيتخيل إنه يعيشها. هلأ أنا ما بعرف شو صار بيناتكم، بس هي البنت ما بتستاهلك والله عن جد. أنت إنسان كتير طيب، بس هاندا وحدة أنانية، يعني هي من جوا سيئة كتير. أنا ما عم استوعب أنت كيف حبيتك لهالقد إذا هي بتعذبك وبتخليك تعيس، يعني ليش بتضل راكد وراها واصل لدرجة جنان؟ أنت من وين جاي بفكرة إنه بس الطيبين بينحبوا كلثوم؟ بهالقصص ما في قانون. إيه بس هاد مو عادل ابنه، يعني واحد مثلك أنت يحب وحدة مثله والله ظلم كتير. العشق ماله للمناح أو السيئين، بس إذا بدنا نسميه ظلم فهو من إيدي أنا، وبصراحة قبلانه من قلبي. يا ما حاولت بعد عنها ويا ما تراجعت وندمت، بس اللي صار اليوم إني أول مرة بشوف هالنظرة بعيونها. هالمرة هي اللي قررت، هالمرة هاندا قررت إنه تتركني نهائياً كلثوم. يعني هي اللي تركتك؟ ايه تركتني. بالأخير هي اللي تراجعت عن إنها تضل ظالمتني. والله ما بعرف شو بدي أقولك يا أمي، يمكن بعد هداك الكف اللي أكلته أخذت على خاطرة. أنا اتصلت فيها كذا مرة بس ما ردت علي، وأنا ما بدي أضغط عليها كتير مشان ما تتضايق. والله أنا ماني فهمانة شي من شي، ولا شو ناوية هالبنت تعمله. غبية. إيه غبية، ومثل الهبل دائما بتتصرف من راسة ومو عرفانة الله وين حاطة. لك مرته لأمير صراف أغلو بجلالة قدرة عم تشتغل؟ لك بنتي لتكون هالهبلة ناوية تضيع جوزها من إيدها. يا ربي دخيلك يا ربي، هالبنت ما بيجينا من وراها غير المصايب. تذكروا كيف هي دبحت حالها عليه، وليكو هلا شو عم تعمل فيه. لك والله انا ماني عارفه شو بدي اعمل، احكي لاخي ولا ما احكي له عن عمايلها اللي بتسود الوش؟ والله ما خلت فينا عقل. لك طوشت راسنا بقصه الجامعه، وهلا مدري شو صاير لفجاه، ما بعرف. صبح دراسة والمسا جرسون بقهوة كندوس، يعني كيف رح تزبط معها؟ والله ماني عارفانة، يعني ممكن تزبط ما بفهم أنا. مين يلي بده يشتغل ويدرس كمان؟ ومين بده يكون غيرها يا عمي؟ هي بنتك رايحة عم تشتغل جرسون بقهوة، إيه لك كان البنت حرة. أي قهوة؟ عن شو عم تحكي؟ وين مكانها؟ ليش قلتي له؟ يا حلوة عندي خبر بجنن، هاد الخبر إذا نشرناه بالجامعة الدنيا رح تقوم وما تقعد. شو صاير؟ هدول البنات اللي بالسكن شافوا فريحة عم بتبهدل أمير ودهينه، وأمير زعل منه وراح، وبجوز ينفصلوا عن بعضهم. منيح،
والله حلو هالخبر. اها الظاهر انك تراجعتي بكلامك. منضرب عصفورين بحجر واحد، منه منتسلى شوي ومنه رح نشوف هالفصعونة فريحة قديش فيها تتحمل، لنشوف اذا هالحكي انتشر بين طلاب الجامعة فريحة رح تتركه لأمير ينزل قدامهم. جانسو كيفة؟ في شي مشكلة؟ لا ما في أي مشكلة، بس في موضوع كتير مهم وأنا بصراحة حبيت شوفك لقلك يا. تفضل عم اسمعك. هو بصراحة وضع عم يتحسن نحو الأفضل، وبصراحة التحسن السريع نحن تفاجأنا فيه كتير لأنه غريب. يعني المادة الموجودة بهالدواء مادة الإدكان هو نفس العلاج اللي عطيناها إياه من قبل، واضطرينا نعمل لها تحاليل دم كمان. تحاليل الدم؟ إيه، هي تحاليل روتينية بنعملها بالمشفى لنتأكد إذا كانت قبل هلا أخذ أدوية منومة أو مخدرة ولا لا. وشو كانت النتائج؟ هي أخذت شي مو منيح؟ لا لا، بس الغريب إنه الدواء تبعه مو موجود بالدم مبلول. شو قصدك بهالحكي؟ أكتر شي لاحظناه بتحليل الدم إنه نسبة الفيتامين بي مرتفعة كتير. فيتامين بي؟ وشو لازم نفهم من هالشي؟ ممكن توضح لي؟ الشي الأكيد اللي نحن فهمناه إنه جانسو ما كانت تاخد الأدوية بنوب. ما تفاجأت أبداً، يعني أنا كنت دائماً لحقها بالأدوية، معناها كانت عم تضحك علينا. طيب يعني الدكاترة ما سألوا عن شي أو هي ما قالت لهم شي؟ ولا بهيك وضع ما فينا ناخد كلامها بشكل جدي؟ هو بصراحة نحن لسه ما حكينا معها بالموضوع، العلاج بمراحله الأولى، بس مع هيك حبيتك إنك تكوني مطلعة على كل التفاصيل. شكراً، بس لو سمحت تخبروني عن أي تطور مهما كان بسيط. ما فيك تتخيل قديش بيهمني وضع جانسو يتحسن. رح نضل على تواصل دائم، لا تهكلي هم. أصلاً المريضة هلأ صارت تتقبل الزيارات وصارت أهدى، بس في زميلي الدكتور المشرف على وضعها شايف إنه لسه بكير حضرتك تقابليها بهالوقت هذا. متأكدة إنه الدكاترة رح يختاروا أكتر وقت مناسب لشوفها. طيب يلا بخاطرك. شكراً، مع السلامة. عمتي خديجة، هالشغلة ما لازم تصير بنوب. أنا ماني مضطرة إني أدفع مصاري الدين بدل أي حدا، لكن محمد ما بيبطل إنه يسمعني حكي إنه لازم أشتغل. والله أنت لازم توقفي جنبي عمتي، يعني نحن نسوان ومنضل منفهم على بعض. إيه والله معك حق، النسوان بيفهموا على بعض منيح، وأنت كمان أدري حالتي ومسحي عني شقفة هالدرج. والله عن جد صدقيني كان بودي، بس بدك ما تواخذيني بخاف ينتزع مانيكوري. اللهم ثبت علينا العقل والدين. يعطيكم العافية. ها كيفك لارا بنتي؟ أنا منيحة وأنت كيفك؟ ونحن كمان مناح الحمد لله عم نشتغل. لارا حبيبتي، كلتوم ما أجت لعندك على البوتيك لتاخد كم قطعة تياب جديدة؟ فيك تقولي إنه غيرت ستايلة. كلتوم بنتي إجت لمحلكو؟ إيه طبعا، كيف لكان؟ وأنا يلي دليتها على البوتيك، يعني ما عم بتقصر، عم تصرف مصاري على الطالعة والنازلة وعم تشتري شغلات حلوة كتير. يلا أنا رايحة، يعطيكم العافية. الله معك. ايه بتروح ليش لا؟ بنتي حلوة بعز شبابها وبيطلع لها. شو بتحبوا تشربوا؟ رح شربك شاي مرتب. إذا بتريد جيب لنا اثنين شاي إذا سمحت. في شي تاني؟ لا، يسلم بيديك. مور عمو. الله يعطيك العافية. عم بدور على فريحة خانم، قالوا لي عم تشتغل هون. انطردت مبارح. عم تقول انطردت؟ شكرا يا ابني لداخلنا. اهلين. انا اسف كثير مشان شغلك. مو مهم، بكره بلاقي احسن منه. فريحة حاجة تهربي، خلينا نحكي. ما في شيء ينحكى ابدا. فريحة ما بقى فيني اتحمل. ما عندك حل تاني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. أنا الحقيقة أنا جاي لشوف فريحة صراف أغلو إذا موجودة. إيه وحضرتك شو بتقرب عمو؟ أبوها يا بنتي، أنا بكون أبوها لفريحة يا بنتي. بابا؟ أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا
أهلين فيكي. أنا مو جاي لهون لأشتري تياب، جاي أحكيكي بموضوع. خير، شو الموضوع؟ بعرف رح تستغربي الحكي، بس بعرفك قريبة منه، يعني قريبة منيح من كوراي، وأنتي الوحيدة اللي ما رح تخجليني. يعني كونك بتعرفي قصة كوراي وهندا ففيني أحكي معك. كلتون، بعرف إنك بحاجة لتفضفضي لحدا، بس ما بظن إني الاختيار الصح. هاندا صديقتي المقربة ونحن رفقات من زمان كتير. بعرف، أصلاً لهالسبب جاي لعندك. يعني ماني جاي إنه الحكي ولا أسمع شي، بس ما فيني أسأل حدا غيرك عن الموضوع. هاندا عن جد تركته لكوراي وبعدت عنه؟ طيب ليش ما بتسألي لكوراي؟ نحن حكينا بالموضوع، أنا ألاقي كله بس من ناحية هاندا مو أكتر. بس بدي أعرف هالمرة عن جد تركته ولا كالعادة كمان لعبة من ألعيبة. كلتون، برجع بذكرك هاندا رفيقتي من زمان، وما فيني أحكي لك عنا أي شي خاص فيها. تمام؟ طيب مثل ما بدك، ما بدي إزعجك أكتر من هيك. بس لو سمحتي، طالما ما بدك تقليلي شي، معلش تخبريها لرفيقتك تنسى هالقصة بقى وتخلي كوراي يعيش مبسوط. بخاطرك. مشان هالموضوع لا تفهمي جايكي لهون غلط يا فريحة. أنا ماني جاي لتبوسي إيدي ولا حتى أسألك شو عملتي وليش عملتي. أنا ماني هون لحتى حاسبك، أنا أجيت لقلك شغلة وحدة وبس. انتبهي على حالك وروحي هلأ ضبي غراضك وارجعي لزوجك. لعن زوجي؟ وهلأ صرت مهتم بهذا الشي بابا؟ أنتي بالسر كمان رحتي وتزوجتي هداك الرجال غصبا عنا كلياتنا. انت غلطتي، وبدل ما تتعلمي من اخطائك صرت تغلطي اغلاط كتيره. انت يا بنتي فكري منيح ولا تتصرفي تصرف يمكن يأذيكي. بس انا عم فكر بابا، وبس قرر بشوف شو بعمل. قلتلك ارجعي لبيت زوجك يا فريحة. نحن لوقت ما تزوجنا ما ضل شيء انت ما قلته وما عملته. بس انا ما بعدت عن امير بابا، هلأ اعذرني اذا مالي مقتنع مالي حارجع له. اذا انت ناوية انك تتطلقي وتخلي العالم يحكوا علينا اكتر من اللي حكوا علينا لهلأ، يكون بعلمك انا ما بقى فيني اتحمل اكتر من هيك يا فريحة. انا برجع وبقلك مرة تانية وبرواء، إذا مفكرة بتصرفاتك هي إنك تقدري تكفري عن غلطاتك وتقولي إنك رح تقدري تخدعيني مرة تانية، فأنتي غلطانة كتير. بتمنى إنه نقدر نفهم على بعضنا مرة واحدة بابا، ما بدي غير هيك بنو. وين بهار؟ بدكن ترجعوا أخوة من أول وجديد. أنا ناطرتكن أنتو لفاند. أمي أنا ماتت. أنا بعدين بتصل فيك، بدي ارتاح شوي وأقعد لحالي بالأول.
صعبة كتير. يعني شوفت جانسو بهالشكل عن جد كانت صعبة كتير. مع السلامة. كان اليوم عندك زيارة؟ لو سمحت بلا ما تسأل شي. نبهار رجعت؟ الصبح حكيتها، المساء هي راجعة. حرام كل هالحلاوة هي، وين كان وين صار هلا؟ شوفي شوفي يا حرام، ديعان هالجاذبية فيها. لو بضل بفكر 40 سنة ما بتخيل إنه هديك البنت ممكن تهين شاب مليونير مثل هاد. شو كنتي عم تقولي أنت؟ يا أمير طول بالك. مين حكى معك؟ حكيني شوي. شو قصدهم هدول نيلا؟ لك هاي الإشاعات اللي منتشرة هلا. أي إشاعات هي؟ هلا أنا ما بدي بين قرارة، روح واسأل فريحة. ليك احكي مثل الخلق والعالم أحسن لي. عنا بالسكن في حكي عن علاقة بين الأستاذ وفريحة. تعالي أنتي واحكي القصة ليسمعها. فريحة والأستاذ لافاند عم يتقابلوا كتير بهالفترة، ايه وبتعرف هيك قصص ما بتتخبى عنا بالسكن، وخاصة أنه هي مرتك فالعين عليها يعني، وهيك بيوصلها على السكن، زيارات بالليل، ايه وكل واحد عم يحكي شكل. هلأ عن جد أمير رح تتطلق أنت وفريحة بسبب الأستاذ لافاند؟ استناني شي خمس دقايق إذا بتريد. قديش رقم غرفة فريحة؟ غرفة رقم 7. طبي غراضك بسرعة، بدنا نروح البيت. شو عم تحكيها؟ معلش تطلع لبرا؟ يلا فريحة قومي بدنا نروح. قلت لك ماني جاي، اطلع من غرفتي. يلا قومي فريحة. ما عيد ايدك، شو صاير لك؟ شبك؟ ضبي غراضك بدنا نروح البيت. ماني جاي معك لأي مكان. لك اترك، شبك يا؟ اتركني. شو عم تعمل؟ أمير اتركني. أمير معلش اتركني. لك نزلني. أمير نزلني، بترجاك تتركني. أمير اتركني. أمير عمل لك اتركني، نزلني. نزلني نزلني نزلني، قلت لك اتركني. نزلني بقى. أمير اتركني. حاجي بقى بهدلتنا. أمير اتركني، اتركني بقى. نزلني بسرعة هون. ما رح أتكلم. اتركني بقى. امشي لو سمحت. نحن مانا رايحين لأي مكان، رح انزل هون. شوف هاي المجنونة مرتي، تمام؟ وأنا أخذها على بيتنا، لو سمحت امشي. معلم مثل ما قلت لك، مو رح هالمحل، نزلني هون. هلا أنا ما بدي أتدخل بين زلمة ومرته، بس تقرروا قولوا لي. بتقدر تمشي. طيب ماشي محمد، إيه شو بدنا نعمل البقية بحياته؟ ماشي حبيبي. أخ يا بنتي، الله يصبرهم على وجعهم ويحمل معهم. الموت علينا حق، بس الفراق صعب، كأنه النار عم تغلي بقلبك. اي والله والله كانت قوية وصحتها عالي العال، فجأة هيك راحت. خير ان شاء الله يا خديجة. اهلين اخي. اليوم نبهار خان ومعطتك عمرها.
انزل راجعه. معلش اتركني امير، اتركني. لك اتركني بقى، اتركني. لك امير اتركني بقى، اتركني اتركني. نزلني، لك نزلني بقى، اتركني. خلاص بقى امير، خلاص. طيب بعد تركني، تركني بقى، لك تركني. عبين لك تركني. ايه جنيت، وما رح نطلع من هالبيت لحتى نعقل اثنيناتنا. امير بدي اطلع من هون فورا. ما في طلعه. شو قصدك انه ما في طلعه؟ اصحى لحالك بقى. من زمان ما كنت صحيان مثل هلا. تركي من ايدك. لك انت شو مجنون، كسرت لي الموبايل؟ انا ما كنت طايق هالموبايل، حتى موبايلي كمان. امير افتح لي هالباب احسن لك. ها امير، هلا بدك تفتحه. فريحة ما رح تطلع من هون، وهالباب ما رح ينفتح لحتى نحل مشاكلنا. لك انت شو فكر حالك يا بيك؟ جبتني من السكن لهون غصبا عني وقفلت الباب علي وبتكسر لي الموبايل كمان؟ فكر اني رح اقعد هون لانه حضرتك ما بتسمح لي اطلع، ما هيك؟ انت فعلا طلعت ما بتعرفني منيح. ابدا ابدا. انا بعرفك كثير منيح، ومتاكد اني بس بهي الطريقه رح اقدر احكي معك. ها قصدك قفلت الباب علي مشاني انا يعني؟ مثل كل مره انا ما تركت لك غير هالحل. حتى هيك ما رح تقدر تخليني احكي امير. انا رح اطلع من هذا البيت، إذا مو من الباب من الشباك. هوب هوب، وين رايحة؟ وقفي، تركني تركني. ما عندي مانع انك تضلي ساكته للصبح، قد ما ضليتي رح نطول اكثر. مرق ساعات وما حكينا شيء. صاير انا متعود احكي مع حالي حتى لو في معي حدا. شوفي، ما عم بحكي لاني توترت، بس اذا ضليتي ساكته هيك معي فريحه فانا رح ضل نق عليكي، وفينا نضل ايام هون على هالحاله اذا عن جد انت حابه تروحي من هون. هيك ولا هيك انتي مجبورة تحاكيني فريحة. طيب خدي وقتك، الوقت كله معنا هلأ. أنا فوتي لهون. شو عم تعمل انت؟ شو بيفرقك تصرفك عن خليل؟ معك حق، بركي أنا هلأ صرت بشبهه. ما بتقدر تحبسني هون أمير. فريحة رح نضل هون لحتى نحكي كل شيء. وبشو أنا رح أحكي معك؟ بشو رح أحكي؟ ليش انت بينحكى معك؟ لك خليل كان مريض، انت شو صاير لك؟ شو يلي عم تتصرفوا هلا؟ والله انا حاسس حالي كتير منيح وعم بتصرف على طبيعتي. رح دفعك ثمن هذا الشيء،
أول ما أطلع من هون رح أشتكي عليك فوراً ورح خليك تتعاقب على هالتصرف هذا. فريحة، إذا أنا بالأخير رح أقدر أحكي معك فتأكدي إني رح كون نلت جزائي وتحاسبت على كل شيء. أنت عن جد مو ملاحظ شيء اللي عملته؟ قديش مفكر هالشغلة رح تطول؟ قلي أنت يعني قديش مفكر بتقدر تحبسني؟ أنا قلت لك ياها من الأول لوقت ما نحكي كل شيء. مفكر إني بهالشكل وبالزور رح أقدر إني أحكي معك؟ مفكر إذا أنت حكيت رح أسمعك؟ أصلاً أنا مستحيل أسمعك. إيه لكن مالك طالع من هون لحتى تسمعيني فريحة؟ أنت كيف قدرت تعمل فيني هيك؟ كيف قدرت؟ بدك أشرح لك كيف؟ ما بدي أسمعك. نعم على قلبي، لأنه مرتي ما سمعتني ولا مرة وحدة، لأنه مرتي سمحت لكل هالإشاعات تطلع علينا. ها قلت لي الإشاعات؟ طبعاً أنت شو بيهمك غيره؟ همك الوحيد هو برستيجك ما هيك؟ واللي بيهمك أكثر من هيك هو الإشاعات. أصلاً ما في شيء تاني نحكي فيه ما هيك؟ في شغلات كتير لنحكي فيها. فينا نبلش بآخر شغلة، مثلاً نحكي على الشغلات اللي طالع عنك أنت ولافاند بيك. رجعنا لقصة لافاند بيك؟ تستحق الشفقة أكثر من البنات اللي طالعوا هذا الحكي. معك أنت بستحق الشفقة فريحة. معي أنا؟ ليش أنا مين بكون؟ شو بعني لك؟ أصلاً مشان ما تنتزع شهرتك وصورتك أو مشان ما يتأذى برستيجك أم جبتني لهون؟ القصة مو برستيجي، القصة هي قلبي، فهمتي بقى؟ أوعك اللي قصة قلبك، أوعك. قلت لي جبتك لهون مشان نحكي طلعت جايبني لأنك ما قدرت تتحمل الإشاعات. مرت أمير صراف أغلو تركت بيته وراحت قعدت بالسكن وطالع عليها حكي هي ولافان. أنت ما همك أبداً أنك تحكي معي، همك كيف تسكت الإشاعات. همي الوحيد إنهي هالشغلات البلا طعمة. طيب وحجزتي هون مو شغلة ما لها طعمة؟ إذا مفكر إنه هالشي رح ينفع بتكون غلطان. ليكك رجعت مرتك على بيتك قدرت تسكت تم العالم، أصلاً ما لك غاية تانية. ما سكرت أذنيك عن الحكي الفاضي والإشاعات، جبتني وسكرت علي الباب. يعني حضرتك رح تضلك حابسني هون لحتى الناس تنسى قصة لافاند بيك ويبطلوا يحكوا عنا؟ طيب وبعدها؟ بعدها شو رح يصير؟ بعد ما تفتح الباب شو رح يصير أمير؟ أنا ماني فاتح الباب لحتى نفهم بعض منيح. ليش أنت همك إنك تفهمني أمير؟ طيب ماشي، يلا نحكي عن الإشاعات. أي وحدة منهم صدقتها؟ أني تركتك كرمال لافاند بيك ولا كان في علاقة سرية بيناتنا من قبل؟ ولا عفواً أنا ما لازم كمل حكي لأنك رح تضربني كيف تاني ما هيك؟ ما رح أضربك مرة تانية، قولي واعملي اللي بدك يا بس مستحيل أعملها. ماني مصدقتك، إذا عن جد ندمان ولو شوي صغيرة بعد هداك الكف ما كان جبتني لهون بهي الطريقة. أنا ما رح أعتذر لأني جبتك لهون فريحة، أنت ما تركتي لي خيار تاني. أنت مو بس قليل أدب، أنت كمان بلا إحساس، ما بتسمع أي شيء ما بدك تسمعه. شوف كيف رجعت تعمل نفس الشيء، هديك الليلة سكتتني بكف وهلأ عم تستعملني أداة حتى تسكت باقي العالم. مزبوط، لأنه لولا هديك الإشاعات كنت رح استناك لحد ما تهدي. اليوم لو ما سمعت هداك الحكي يمكن ما كنت جبتك لهون غصب عنك، ما كنت قفلت عليكي، لأنه كان هذا الحل الوحيد عندي. ما رح نحكي عن الإشاعات، رح نحكي عن اللي عملناه نحنا. نحنا؟ لما تقول نحنا الموضوع رح يصير أسهل؟ أوعك تقول نحنا أبداً، أنت عملته، أنت لحالك اللي دمرت كل شيء. الشيء اللي ما قدرت دمره وخربه بكذبي قدرت تدمره مع هديك المرأة وبهذاك الكف. ايه دمرت كل شيء. يلا بلشي احكي، فشي قلبك، هذا يلي بدنا اياه، هذا اللي لازم نحنا نحكي فيه. نحنا بحاجة لنبلش من شي مكان. معك حق، نحنا بحاجة لنبلش من شي مكان. خلينا نبلش بغرفة نومنا لكان. إذا غيرنا بغرفة النوم نكون عملنا إنجاز ما هيك؟ خود. هلأ صارت ظريفة، كمان خلينا نخدع حالنا بورق هالجدران، بس إذا قدرت تغير أي شيء بضلوا هالحيطان. ما رح تقدر تغيرهم، ورق الجدران فكرة بتجنن كتير، ضروري نخبي الحيطان اللي كانت شاهد أساسي على كل شي صار ورح يصير ما هيك؟ بس شوف الحيطان لسه هون، حتى بوقت اللي قلتلي ادفعي تمن اللي عملتي كانوا هون. لك حتى كانوا هون لما اجيت مشان ليلة واحدة، كمان كانوا هون لما كنت عم تنتقم مني مع هديك المرأة، خبيتهم وما قدرت تمحيهم. صحيح ما قدرت،
بس انت كمان ما بتقدري تمحي حقيقة وجود هالمرة. مزبوط كانت غلطة، بس بتعرفي قد ما اعتذرت منك هديك المرة ما بتضل غلطتي لحالي، غلطتك انت كمان فريحة بسبب الكذب يلي قلتي هديك المرة كانت غلطتنا. شو ان حجة رخيصة الانسان ضعيف؟ رخيصة او لا، بتعرفي ان الحقيقة. مشان هيك لما اجيت واعتذرت منك انت ضغري سامحتيني، ما تنكري هالشي هلأ. بتعرف هديك المرة شو سمعتني كلام؟ قالت لي مستحيل تعرفي شو قالي وشو عشت معه هديك الليلة. ما بعرف شو حكيته، بس صح أنا اللي عم بحكيه؟ انت متذكر هديك الليلة اللي كنت معه فيها؟ ها؟ ولا كنت سكران مو متذكر شو اللي صار؟ مزبوط فيك تقلي بشو حكيته مثلا؟ أكيد من الأول حكيته. ايه طبعا حكيتوا مع بعض. يعني شو قلت لها انت؟ تغزلت بعيونها؟ مثلا شعرها تغزلت فيه كمان؟ وسكرت عيونها كنت عم تبوسها؟ انت كيف بست وقتها؟ مثل ما بستني لقلي؟ شفقت عليها ما هيك؟ ولا كنت مشتاق أكتر؟ بست هيك اصحك تعيدها مرة تانية. ليش؟ لأنك حسيتي بمشاعري؟ شو ما عم تبادليني نفس المشاعر؟ حاجتك مسخرة. شوف بيناتنا هلأ مانا طبيعيين، بهي الحالة ما فينا نحكي. ماشي بعرف انه لازم نحكي وانا كمان رضياني بهالشي، بس مو بهالشكل. انا هلأ لازم اهدى بالاول، لازم كون جاهزة لحتى احكي معك وقدر اسمعك كمان. امير انا بدي اطلع من هون، ما بدي عقد الامور اكتر من هيك. انت هلأ رح تفتح لي الباب وانا رح ارجع على السكن ورح ننسى هالجنان هاد، رح نضل فترة بعاد عن بعض، بعدين نتقابل بشي مكان ومنحكي ونتفاهم. ماشي امير؟ لا مو ماشي. كيف يعني مو ماشي امير؟ فريحة بعرفك منيح، إذا طلعتي من هذا الباب رح تعملي كل جهدك إنك حتى ما عاد تلمحيني. رح تروحي تفكري لحالك وتقرري لحالك، وبعرف حالي كمان، وين ما رحتي روحي، بس رح أرجع جيبك لهون. لهالسبب ما في داعي نضيع الوقت أبدا. أنت إذا حبيت أو ما حبيت رح تفتح لي هداك الباب أمير، وهي المسخرة ما رح تستمر أبدا. أنت عم تسمعني؟ أنا بدي أخلص من هالمهزلة هي. يا أما أنت بتتركني مثل الخلق وبروح من هون هلأ، وبعدها أنا رح حاول أنسى بهالكم يوم قديشك كنت مجنون، أو أنا بخليك تفتح هالباب ومستحيل أنسى أبداً الحالة اللي حطيتني فيها. لك حتى ما عم تجاوبني؟ أنا وحدة غبية لأني عم بحكي معك مثل العالم والناس. شو غبية؟ إيه؟ خلينا نتبهدل لكان، نتبهدل قدام كل الشقة اللي بالبناية. طيب خلينا نشوف مين بالأول رح ينزعج من كل هاي الضجة ورح يطلع يشتكي. مين ساكن تحتنا؟ سنان خانو. قدام مين رح نتبهدل بالأول يا ترى؟ إذا محظوظ أهلي هنن أول مين رح يحسوا علينا؟ كيف ما كان هنن متعودين إنه بنتهم تنخطف؟ أمير؟ Sanki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparılmış